صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. انا صوتكن، انا صوتكن لدى الغرب. لا تعتلوا هم ابدا، شوي بدنا نكون مشغولين لانه الانتخابات جايه والمعركه بدها ميل كثير، فبدنا نهيئ الاجواء كلها حتى نقدر. لازم نلم اكثر من 200-300 مليون دولار تنقدر نخوض المعركه مرتاحين فيها، لانه المال هو اللي بيقرر المعركة عكتر ما بتتطلب من أمور المرشح بالحزب الجمهوري أو بالحزب الديمقراطي يحتاج إلى كمية مال كبير. إذن بدنا نركض هالركض كله تبركي بنقدر نلم 300 مليون دولار قبل ما نعلن من هو مرشحنا للحزب الديمقراطي. إذن بدنا نتوجه إلى الوول ستريت، هذا الكلام الوحيد اللي عندي. طيب، اليوم بيرح كلكن نهار الحد رحتوا على القديس. اولا كمان شغلة، بتقدم رمضان مبارك لكل المسلمين بالعالم المؤمنين بالديمقراطية والحرية وحقوق الانسان والتعددية الحضارية طبعا، وغير عيد مبارك للعملاء والجواسيس يلي بيدخلوا على سجون الرعب والإرهاب بإيران وسوريا والعراق وحزب الله، وبعدين بيفلتوا بصور اسم داعش وماعش والقاعدة وهذا كله. إذن هدول لا، ما منعيدهم. تحية إلى شعبنا بسوريا، بنقول لهم كل رمضان انتو بخير، انتو ثورة مجيدة، هيدي هالثورة لهالشعب العظيم الكبير بتاريخ الثورات. بعدنا على الموعد معكم ومهما جرى، ولكن برجع لألا هيدي لأني بدي حك لهم ضميرهم إلى المسؤولين السياسيين في سوريا الممثلين للشعب السوري البطل اللي حكينا عنه، وهني هيئة الائتلاف الوطني. فينا نغير، فينا نغير الأشخاص، بس ما فينا نغير هيئة الائتلاف الوطني. نهار الأحد رحنا على الكنيسة، وهذا الإنجيل مشان تشوفوا، بيقول بإنجيل يوحنا: السيد المسيح على الباخرة وكم ما كانوا عارفين، والغاية خلينا نوصل، بيطلع بسيمون بيتر ابن جان، يعني مر بطرس، كان اسمه سيمون بيتر سمعين بطرس. قال له: انت بتحبني؟ قال له: طبعا يا معلم. رجع سأله تاني مرة: يا سمعين بطرس ابن حنا، هل انت بتحبني؟ قال له: طبعا يا معلم. قال له: ارعى لك غنمي. سأله ثالث مرة، حزن بطرس انه كيف بيسألني ثالث مرة، يعني ما بيوثق فيه. سمعين بطرس كان اسمه بهيك الوقت. قال له: يا سمعين بطرس ابن حنا، هل انت بتحبني؟ قال له: يا معلم، يا رب، انت بتعرف كل شيء وبتعرفني اني بحبك. قال له: لكن دير بالك على غنمي، على رعيتي. انا بطلب من المواطن بالذات، مش كل المسيحيين، لموارني بكن تحملوا شعلة الحرية هيدي، ما فيكن تشلحوها من ايدكم مهما تإمرتوا، مهما تزلفتوا عند حزب الله، مهما تزلفتوا عند النظام الإرهابي بسوريا قبل، مشعل الحرية هيدا الإيمان تبعكم. بطلب من كل عائلة مارونية، وبتمنى على المسيحيين يمشوا فيها لمن بنسمع المطران عودي طبعا كلمة الحق اللي بيقوله، إن كنت تحطها
يافطة على بلكونكم، على سياراتكم. Do you love Lebanon؟ هل تحب لبنان؟ وهي موجهة بكل معنى الكلمة إلى السافل الوسخ اللي ما عنده أخلاق ولا كرامة ولا بتعني لقله شيء، لا الوطن ولا الدستور ولا بكركة ولا المسيحية ولا المسيح أبداً، مصلحته مصلحته كرشه. ابناته برجع بكرر، مرته وابناته أسفل منه، ربيو عنده مثل ما بتشيب، مثل ما بتشب بيشيب عليك. علمن الوساخة والسفالة، وكما تكونون يولى عليكم. جابوا السفالي والوساخة وتجوزوهم. إذا عيلي وسخة بوسخة بوسخة. وعينوا حزب الله رئيس جمهورية لبنان لأنه بالأنظمة الإرهابية بده يكون ملفك وسخ تيتعاملوا معك، تضل مكموش. هيدي واضحة، ما بدها كتير بقى سر. إذن هالجملة هل أنت تحب لبنان موجهة قلنا للسافل ميشيل عان وعائلته، سليمان فرنجية وبشورة الروح، والمقصود هالثلاثة بدون ما تسموهم. شو هالجريمة إذا حطيت على البلكون بدو جيل عندك هول الوسخين تبع مخابرات الجيش وفرع وفشو وأمن الدولة، ما بعرف شو لك هالكذب. لا كنت تروحوا عبيت كان عند بوقته، كنت تروحوا عبيت كان عبيتكم، كل واحد بده ينفتح ملفه عنكم. لما لفوا منيح بيضل بالوظيفة والباقي بتروحوا على البيت والمجرير. طمنوا بالكم، رح احكي لكم هالقصة. واحد بيخبرني هي بأمريكا، قال لي يا خي هالمخابرات استدعينا. قال لي رحت لعنده لقيته شاب هيك بأول عمره، والله يطرح أسئلة. قالوا لك يا ابني ليش متعوض بك؟ طلبتني هلو تعطيني موعد برجع لعندك بعد يومين، راح أكتب لك أنا تقرير وأنت بتقرأ هذا التقرير أنت عامله. قال لي رحت على البيت حط عمل التقرير عن حيله، رحت عند الشاب قلت له هذا التقرير خده، شكرني وشافني بعدين قال لي بشكرك رئيسي كتير كان مرتاح ومبسوط من هالتقرير. قال لي واحد ليه بيعرف يكتب تقرير وليه بيعرف يكتب شيء حاطينه منفع. فقلت له أنا بكتب عن حالي، ليش تعذب حالي؟ هيك كل المخابرات العربية قالوا إيه آخر بتتذكروا وقاموا هابل من قالوا لي هذا المشنو؟ تشوفوا هالبساطة، يعني حتى هيدي هالدولة السورية اللي كانت متحكمة بهالعقل الحرية والحرية، هالعقل النامي بالحرية والديمقراطية، لمورني بالذات كيف ركعوا عند السوريين بهالشكل هيدي عند النظام الإرهابي بسوريا. اخذ معه نهاد المشنوء تيخدمه عند السوريين انه ليكو ها بده يجي وزير الداخلية أشرف ريفة، انتو وافقوا علي أنا. هيك بتمشي المخابرات. قالوا إيه مشان هيك بتشوفوا واحد مثل جان عبادي بينجح. بتتذكروا كريم، الله بحكي لكم عن كريم بقردوني نرجع نحكي عنه. إذن هيدي هي كل القصة، بكن تحطوا على بلكونكم كل اللبنانيين بس بالأخص المورني، هل تحب لبنان؟ هي موجهة للسافل الوسخ هو وعائلته ميشيل عون، وموجهة لسليمان فرنجي ولبشور الراعي. ثلاثة تم بيحبوا لبنان، بس معلش يحطوا لنها ليوفتو، بأكد لكم ثلاثة تم بيحبوا لبنان، غريزتهم قبل الله وقبل كل شيء. إذا خلصنا منه، اليوم بسمع موفق حرب على التلفزيون المر مقابلة، صحافي ناجح وبيعرف يحكي، فبيسألوا لأنه البنت قال مريضة، فبيسألوا بيقول له شو التليفون بين الرئيس ترامب وبوتين. أنا رح أقولكم شو التليفون، كتير بسيطة، حكيوا بس عن فنزويلا. جرى الاجتماع بين وزير الخارجيتنا وبين وزير خارجية
النظام الإرهابي المرعب بروسيا بوتين، وتم الاتفاق، هن الاتفاق الرئيس ترامب لبوتين وأنه الاتفاق كذا. ولذلك طلبت الأنظمة الإرهابية وزير خارجية فنزويلا تعالهانوا ليه روح مثل التوتو لحو بموسكو، قال له عم بيقولوا له هذا الاتفاق وهذا اللي بده يصير. هيك أنا شفته، إذا أنتم بتشوفوا غير شيء كتر خيركم علموني. هلا كمان سألوا عن غزة، لك يا شباب شو هي قصة غزة؟ اسمعوا، سنة 68 بدي كررها على طول. لو بحكي إنجليزي منيح كنت بقولكن إياها بالإنجليزي، لأني قريتها بالإنجليزي وموجودة عندي. فياسر عرفات بعد اتفاقه مع عبد الناصر اللي جرى بالاجتماع بالإسكندرية، وإنه قوموا تحركوا كذا وأنا بدعمكم لأني بدي أعمل الروفانش، بدي رد السقر اللي تبع 67. فتصلح ياسر عرفات وصار يودي ناس يخربوا، يضربوا أسطر ماي، يضربوا كذا يضربوا كذا. شو كانت النتيجة من خلال هالعمل؟ كانت النتيجة واحدة، انظلمت القرى اللي كانت تستقبلون، البيوت اللي تستقبلون تهدم ويتلفوا المزارع تبعون، وألف شخص ما في بنيت بيناتهم، أخذوهن الإسرائيليين يلي هني ساعدوا هل اللي كانوا يجوا يقولوا عنا مهمة لازم نعمله، يضربوا بيت الماي، يضربوا كذا شغلات، يعني خرفانات على الطريقة العربية، على طريقة جان عباد ونهاد المشنوق وهالمجموعة. شو كانت النتيجة؟ أعلنت القرى لما يجي واحد ممنوع تقعد هون، ما فيك تنام هون، نحن خربت بيوتنا وعندنا أولادنا موجودين بالسجون، وانطفيت العملية. نفس الشيء بغزة، ما بقى في حدا، كل هاللي بيعرف لك السنكري إذا بيعرف يشتغل سنكري طلع صور برا، ما بقى في، عم بتنفذ حماس الأجندة تبع إيران، تبع النظام الإرهابي بإيران. وعم بيجعور حسن نصر الله، حسن نصر الله بيعرف أكثر منكن ومنه إنه اللي عم بيعمله لو مننا موافقين عليه، وقت اللي حسن نصر الله خطفت كل هالأجانب بقلب بيروت وتخطفون وتاخذون، تتذكر من كتب عنك كلمة؟ لما ما عيد لك الزوم صرت إرهابة. ياسر عرفات قبل منك نفس الشيء، قال له يا هالملك الحسن الثاني، قال له جاي تعمل عندي، من يومين كنت إرهابي يا أبو عمار، اليوم صرت بتتروق بوزارة الخارجية الأمريكية وبتتغدى بالبيت الأبيض وبتشرب شاي بعد الظهر بالتين داونينج ستريت مركز رئيس الوزراء بلندن وبتتعشى بالإليزي بالاس ببيريز، وانت نفس الشيء. كل شيء عربدت بلبنان، حافظ الأسد عمل كنترول عليكم، ما تحكمت، نصف السفارة نفس المارينز ما تحكمتوا بشيء. ليش؟ كانت مصالح الدول انها تسكت. طيب انا بدي ارجع نتفي لورا. الشيخ نديم الجسر كان مفتي طرابلس ومن الناس القيمين وقلن قيمة، ولكن كلنا منشغل عاطفتنا غريزتنا، ما منشغل عقلنا. بالعالم الغربي في العقل بيشتغل، في الكمبيوتر بيشتغل، ما فيك تحط شيء على الكمبيوتر وهم. بسكرة فلسطين بيخطب الشيخ نديم الجسر ما يلي، كأن اليوم بغزة، كأن اليوم بنهاد المشنوق وجون عباد وإيام وهيب وهالمجموعة الزعران الموجودة على أرض لبنان، كريم بقردوني وميشيل سميحة وعدوهم. شو صار؟ قال إنها نعمة وليست نكسة. الناس بالناس موجودين بالمخيمات بالتعتير، قال نعمة. الله، شو هالنعمة؟ إنها نعمة وليست نكسة، ثلاث مرات رددها بسينما الريفولي
بطرابلس بشمال لبنان. إنها نعمة وليست نكسة. ليش؟ كفي، لأنه لولاها لما تشابكت الخناصر، لأنه لولاها لما تشابكت الأصابع، لأنه لولاها لما تشابكت الأيادي، لأنه لولاها لما تشابكت شو السواعد، لأنه لولاها لما قامت ثورة 23 يوليو، ولما ظهر الرئيس جمال عبد الناصر وقومت هالناس بالريفولي. كانوا يحطوا النسوان فوق والرجال كلن تحت. النسوان عكتر ما رفعت حالي، اللي قاعدين تحت شافوا الأندروير تبع النسوان. كانت شغلي أنا زيك إنك تشوف الأندروير الكيلوت تبع الست. كيلوت يعني، مش إنه بس إنه وين وصلنا؟ شو عمل عبد الناصر؟ عبادة الشخص، بيعبدوا الشخص. شايفين بلبنان بيعبدوا الشخص. بدي ارجع كرر لكن هالحادثة. وقت الميشيل عون بلش يتعاطى الديموغاجية تبعه، دبح المنطقة الشرقية بركي بيرضي حافظ الأسد، لقى حافظ الأسد منه ماشي فيه، وقوي مين المسيحيين معه. ريمون قدي كان يقول انه لو في عقل ميشيل عون وبيترك أصرب عبده وبيضل تحت ما بتنط فيها الشعلة، ليكون الناس كيف قومي، لي يوسف كرام ولا إبي إيميل قدي قدروا وصلوا لألي. بس ديموغاجي نفسه غريزته. يومته قاموا كل هالمسيحيين بالزيت، بعض المسلمين، كل المسيحيين قاموا بأكتريتهم مش كلهم. في خورة برود آيلاند بستيت رولاند بولاية اسمها رود آيلاند، اسمه البونا بولس معوض، منه مصغرتي. ففي وزير المالية للولاية مش للفيدرال من كفر صغار، بيقولوا له مستر سلمان. فبيقول له الخوري انه بدنا نروح نشوف مين، بدنا نروح نشوف السيناتور تبع الولاية كليرمون بيل. كليرمون بيل جده كان سيناتور، وبيو كان سيناتور، وبي مرته كان سيناتور. خلص علومه، اشتغل بالبحرية، وهو كان أحد اللي نزله بالمارينز ببيروت. إذن بيعرف كل شيء. وبعدين راح عمل بالخارج بالسفارة الأمريكية بعدة مراكز، وبعدين عمل سيناتور. كان أنا زيك بهيك الوقت رئيس اللجنة الخارجية، مركز كبير بالكونغرس. فبيطلب سلمون منه موعد، بيقول له لا ما بعطيك، كمان زلمي وزير مالية بالولاية اللي هو فيه، يعني من جامعته بينتخبه. فبيستقبلون، لقى الخوري بولس معوض جاي على راس، وسلمون مع اثنين ثلاثة. بيقوف بيقول له يا ابونا بولس معوض، ليه تعطب؟ انت جاي لعني مش مشان لبنان، جاي لعندي تطلب مني نساعد ميشيل عون الشخص حتى يكسر حافظ الأسد. هيدا انت لبنان؟ لا، انا بعرف لبنان بتعبدوا الشخص. الله بأكد لك ميشيل عون يوم من الايام بدك تشوفه بعينك عم بيزور حافظ الأسد بالشام، عم بيزور الشام. بلبنان بيعبدوا الشخص، ما فيكم. وقت اللي الدكتور سمير جعجع بعضه طيب، طلعت القوات اللبنانية على الشوف، وزير الدفاع اللي ما حدا قال له تانكيو على خروج منظمة التحرير من لبنان، ولا واحد، يمكن الرئيس شمون عمل تصريح واحد، بيقول له، بيطلع بسمير جعجع
قائد الميدان وبيقول له يا سمير شفت وين وصلنا؟ شو بيجاوب الدكتور سمير جعجع اسأله؟ قال له المشكل يمكن بتراهنوا على شخص ما بتراهنوا على شعب. هذا المظبوط من عبد الناصر لكلمة الدكتور سمير جعجع، مرورا بهالسافل الوسخ اللي ما في أخلاق ميشيل عون، مرورا بصدام حسين معمر القذافي وحفظ الأسد، صار كل شيء يمكن عارفينه. تأخرت عليكم بعتذر، كنت لازم سمعكم ضاف الجمعانة، بس بسمعكم إياها إن شاء الله بالفيديو القادم إذا ما سبقتنا الأحداث. ملي عين لكم مسرحية موجودة ببرودواي، وهي كمانجة على السطح. تافا بيسألها لمرته جولدا هل بتحبيني؟ قلت له طبعا بحبك انت جوزة. سألت ثلاث سؤالات، هو ابن الطائفة اليهودية الكريمة من اسمه وهي من اسمها لازم تكون، يعني كمان السيد المسيح ابن الطائفة اليهودية الكريمة. ثلاث مرات سأل، بثالث مرة قلت له لينا 25-27 سنة متجوزين، كيف مأكد بحبك؟ الله حلو واحد يسمع هالكلمة. حطوها على بالكونكم، Do you love Lebanon؟ والقصد فيها 3 لتر وموسكوتير. قلت لكم ياهو السافل الوسخ ما بيقدر ردد عنه وعن عائلته وأسرته ميشيل عون والبوي سليمان فرنجي وبشر الرعا. خليني يجاوبوا انتو بدون ما تقولولو هيدي بكن تعملوه، وانا بتمنى عليكم انكم تسمعوا وتلاحقوا الامور بنصابي. شكرا والف شكر واهلا وسهلا فيكم.